السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمطار الخوت تبارك الله في هذه الأثناء بمدينة بركان. يا راكو تشوفوا معنا الدعوة كي دايرة تبارك الله، واحد الشتيوة راه قبيلة كانت الشتا قوية على هكا، دروك راها شوية بصح راها عاد تصب. خيرات الحمد لله على هذا الخير. اصبحت الشتاء مع الصباح بكري كانت تصب، ودروك كي راكو تشوفوا راها عاد كاينه الشتاء الحمد لله. يوم الجمعه، جمعه مباركه لكم كاملين. شوفوا الماء الجهة الأخرى الخوت كي داير، غادي نقطع له تشوفوا معايا الويدان. والله إلا الويدان تبارك الله. هاهي شوفوا معايا هنا، هاهي هاد البلاصة الخوت كانوا خلاوها راكو تشوفها وتجمع فيها الماء. كانوا بداو هنا الأشغال وما كملوهمش، راه ولات بحال الواد هنا، ولات بحال الواد نيشان. الله يلا طلعوا هنا بعدا باش تبان الطريق. المهم راني كنت خارج الخوت وقلت بعدا علاش لا ندير واحد الفيديو شاركوا معكم الاجواء الصباحيه في مدينه بركان. شوفوا معنا كي دايره الدعوه على الصباح. راني قريب لديك ستاسيون افريقيا اللي معروفه بالقهوه ديال السوسي، راكو عارفينها. هي غادي تشوفوا معايا الامطار تبارك الله. ايوا تبارك الله. شوف الخوت هاد البلاصة، شوف الويدان. واحد الواد جديد. شوفوا هاد الحفرة الخوت تجمع فيها الماء. هايا قدام ستاسيون افريقيا بالضبط، هاوك ستاسيون افريقيا في الرهيبان. هاد البلاصة هي هادي، شوف تريطوار هنا.